ومسابقة الرسم ومسابقة هدد السلوقي. نرحب بالسادة علي بن خاتم المحشادي رئيس جمعية القناص القطرية، والسيد محمد عبد اللطيف المسند نائب رئيس جمعية القناص القطرية، والسيد زايد محمد العلي أمين السر في جمعية القناص القطرية، والدكتور شهم الأشرفي، والسيد العربي الهواري رئيس جمعية عبد الصمد الكنفاوي، والسيد محمد الجابري لتكريم الفائزين في المسابقات التالية. نبتدي بمسابقة الرماية للمحترفين. الفائز بالمركز الأول المصطفى عبوشان. حصل على درع تذكاري بالإضافة إلى مبلغ 5000 درهم. دور مصطفى هنا. حصل على مبلغ 3000 درهم بالإضافة إلى درع تذكاري مقدم من جمعية القناص القطرية.
المركز الثالث في مسابقة هدد السلوقي سفيان الربيعي. سفيان الربيعي الفائز بالمركز الثالث في مسابقة هدد السلوقي. يتفضل السيد علي محادن المحشادي رئيس جمعية القناص القطرية لتقديم صورة تذكارية لجمعية الفتح الفروسية. شكرا على ما قدمتوه. وبالتعاون مع جمعية عبد الصمد الكنفاوي المركز الأول في مسابقة الرماية للهواء رضوان أمر سيكو. المركز الثاني محمد المكوتي. إذا هناك جوانب أخرى متعلقة سواء بالتطوير أو بمستوى المشاركة وكذلك يعني على مستوى مهرجان داخل مهرجان بمزج بعض الفنون مثلا التراثيه مثل الغناء مثل يعني التراث مثلا. كيف يمكن الحديث عن تطوير هذه المسابقه في المستقبل؟ طبعا مثل ما انت عارف احنا جمعيه القناص القطريه تختص في تراث الصقور والسلوقي والرمايه، فهذا المجال الذي ان شاء الله نتمنى في السنين القادمه ان يعني نحاول ان الاخوان مع وزاره الثقافه عندنا في قطر ان يكون تقارب بينهم ويكون ان شاء الله يجي قطر بكل تراثه باذن الله باذن الواحد الاحد. وطبعا نشكركم ونشكر هذا هو اللي سبقتني للسؤال هو المشاركه القطريه في المستقبل سواء على مستوى الاهازيج على مستوى التراث يعني الغنائي. نعم ليجسد يعني يعني التراث. طبعا مثل ما انت عارف احنا السنه نعرض يعني عرضنا امور كثيره جبناها معانا منها العرضه القطريه منها طرق الصيد منها المسابقات اللي ندار عندنا عارضينها على يعني على افلام على تلفزيونات على مدار اليوم في الجناح القطري. كذلك العرضه القطريه ممكن شفتوها الاخوان قاموا بها لكنها مو بالحجم ولا الشكل اللي احنا نرغب فيه ان شاء الله. كذلك وزعنا كتيبات وامور تعريفيه عن دوله قطر وعن تراث قطر وعن كاس العالم اللي بننظمه ان شاء الله سنه 2022 والكتيبات في الجناح القطري موجوده وفيها فيلم ينعرض عن هذه الامور كلها واتمنى ان تشاهدها في جناح القطري.